اسمحوا لي أن أرحب برئيس حزب التجمع الوطني الأحرار السيد عزيز الدلوش. أهلا وسهلا بكم السيد عزيز الدلوش رئيس حزب التجمع الوطني الأحرار. شكرا سيادي، مرحبا بكم، مرحبا بالمنسقين، مرحبا بالجميع. كذلك نشوفوا وجوه اللي هي كبيره اللي موجوده معنا من يعني من العالم كله، كنشوف وجوه اللي موجوده يعني في بلجيكا وفي اسبانيا في المانيا في فرنسا، واليوم حاضرين معنا. كنشوف السيد رئيس هيئه النقيب عبد الله اللي هو حاضر معنا، وكنشوفوا في يعني في الشاشه، كنشوفوا كذلك الناس اللي هما يعني جميع المؤسسات والتنظيمات الموازية بخصوص ليزانجينيور الشباب النساء اللي حاضرين معنا واللي هما كيتبعوا، وبالخصوص الحمد لله كنشوفوا يعني هاد الوجوه الكبيرة والنية، هاد الناس اللي كاينة الصورة ديالهم اليوم معنا وكيواكبونا، واللي هما ما كيعملوش سياسة في الأغلبية ديالهم يعني حاضرين معنا، كأنه واحد الوقت طلبنا منهم أنهم خصهم يجيو ويتكلموا على مدينتهم في إطار البرنامج الجمعيات اليوم المدينة. حقا قلنا الإنصات 300,000 مواطن ومواطنة، يعني هاد لي كوبريكول هم اللي زدنا واللي شافونا، والناس اللي سقسينا والناس اللي فينا عنهم الجو والناس اللي تكلمنا، استيماسيون سي 300,000. كانت لقاءات اللي كتهم المسار ديال الثقة اللي عنده واحد البعد وطني، واللي كنعقلوا بانه درنا في المناطق كلهم، سقسينا الناس وسقسينا المغاربة وقلنا لهم اشنو هما الاولويات اللي كتبغوا، والجواب كان واضح يعني انه الصحة والشغل والتعليم، هذو من المبادئ اللي خرجوا فيها. ومن بعد مشينا للقافلة ديال 100 يوم 100 مدينة، وتلاقينا يعني الحمد لله مع المغاربة وسقسيناهم على المدن ديالهم وشاركونا وعطونا الافكار ديالنا. ويعني هاد لا ميثود وهاد لابروش اللي عملنا ما هي الا انه نقربوا للمواطن ونكونوا قادرين ونسمعوا ليه ونسمعوا المشاكل ديالو. وانا كان قالولي واحد كان في الافلام هذوك اللي فيلم اللي شفت داك الشيء ولي كومونتير اللي كانوا طلعوا، واحد السيده كانت قالت بانه حقيقة يوم ما باركة ما نبقاوش حنا في البون دو توش، ما نبقاوش اون بلاصون كنتفرجوا، ولا نجلسوا في القهوي ولا نمشيو للانترنت نبداو نتكلموا، يعني خصنا في الامور ديال المدينة وخصنا نساهموا، وحتى حنا خصنا ندخلوا ونشوفوا هاد المدينة ديالنا اش فيها وشنو هاد الامكانيات. وخدات دارت لو با وهي دخلت يعني الحزب بما هي حاضرة معنا السيدة السعدية من تيزنيت اللي كنرحب بيك وكنقول لك مرحبا بيك وانا برافو على الكوراج ديال الشباب اللي كان معاك. هاد الشيء اللي دخلت به هاد السيده في هاد الحزب لان ضربت هي مدينتها وضربت دازت واحد الكيرسوس ديال التعليم وشافت المشاكل اللي جايه قدامها، هذا الشيء كله حنا يعني عشناه. كنا يعني جينا من المدرسه ديال الدولة، جينا من الجبل، خدمنا، بنينا، يعني راه جميع المراحل ديال الحياة فيهم كل واحد والمرحلة ديالو اللي داز، ولكن كنا كانت عندنا هذاك الثقل بأنه بلادنا خصها تزيد الأمام، بلادنا خصها تكون بين أيادي اللي هي آمنة، الحمد لله بلادنا ملكية، ملك كبير، قائد كبير كيعطينا يعني لا كيعطينا واحد القوة داخل هذه البلاد، وخاصو رجالات وخاصو الناس اللي غادي يسيو مع البلديات والناس اللي غادي يسيو البلديات واللي غادي يسيو الشأن العام اللي هما في المستوى اللي كيطلبوا. فلهذا هذا الشيء اللي خلانا أن ندخلوا باش نغيروا، باش ما نخليوش الأمور بين يد ناس اخرين اللي هما بعاد على هذا الشيء اللي كاين وبعاد على هذه الامكانيات اللي كاين. فاحنا اذا سمحتوا لابد نقول واحد الكلمه ديال القيام ديال اولا الاخوان المغاربه اللي في الخارج، نهنيهم، نهني المغاربه في الخارج كلهم اللي موجودين
على الانتماء والارتباط بالوطن. واحد العدد كبير اليوم كيمشي للخارج كيشتغل كيدير بخير كيعاود يرجع للبلاد وكيعاود يستثمر كيتعاون مع عائلته. واحد العدد كيمشي للخارج وكينجح كيستثمر في الخارج وكيبقى في الخارج ولكن كيعاون وكيهز عائلته. وحنا شفنا هذا الشيء في هذه الافات ديال الكوفيد وشفنا بان الحمد لله لي ريسورس ديال المغاربه في الخارج بانهم زعما ما نقصوش وبانهم سي اكزومبلير وبانه هذا النشاط اللي كاين على المستوى العالمي زعما هذه واحد الكوميونيتي اللي كاينه اللي يمكن نقول بانه هي اونيك في العالم ونحن نفتخر بها. حنا بعد الاسابيع غادي ندخلوا في حمله انتخابيه. لكن الحقيقه حنا ماشي عاد غادي نبداو نخدموا اليوم، حنا 50 وحنا خدامين. وهاد 50 اللي حنا خدامين الحقيقه كنا بوحدنا في الميدان، ما كان زحام. ولابد يعني في هاد ان شاء الله الافاق اللي جايه ديال الانتخابات وديال يعني الجو السياسي اللي غادي يكون في المستقبل وداك الشيء، غير فقط نذكر الاهميه ديال الشعب السياسه والاهميه ديال الاهتمام بالشعب العام وبالشعب السياسي. فالعزوف السياسي نقولوا ماشي مشكل، ولكن العزوف على التصويت هذا إشكالية كبيرة، لأنه ملي كديروا العزوف على التصويت فإنكم يعني راكم كترهنوا المستقبل ديال ولادكم ولاد ولادكم وديال الأجيال القادمة. وهذا يعني كيظهر لي أن أي مغربي ما عندوش الحق، لأنه خصو يختار، لأن المستقبل ديال ولدك من دابا 5 سنين من دابا 10 سنين من دابا 15 عام غدا غادي يبدا. إلا ما اخترتيش هذاك اللي غادي يعاونك في المستقبل ديال ولدك ما غداتيش اختيار وعندك مسؤولية تاريخية. حنا إلى سمحتوا بغينا المواطن يعيش بكرامة ويبقى راسو مرفوع. حنا بغينا المواطن ما يتسناش شهور باش يقدر يكون عنده لاكسي للمستشفى. بغينا المواطن ولا التلميذ اللي يدخل يقرا ويكون في السنة السادسة وما كيعرفش اللغات راه ماشي معاه. بغينا هذاك الشاب اللي قرا ووصل وعندو الطموح ديالو خصو يلقى العمل ديالو، لأنه خصو التلميذ خصو يعود على راسو خصو يدخل دارو راسو مهزوز. ميمكنش يكون راسو مهزوز، غادي يكون بالعمل ديالو وبالعمل ديالو. و هاد الشيء هذا كله انه احنا خدمنا الحمد لله، احنا دابا في الاطار ديال واحد النموذج اجتماعي كبير شجاع، جابوا صاحب الجلاله مغربي، يعني الحمد لله انه منطق من الافكار ديال المغاربه. ونحن قلناها في المكتب السياسي الاخير بانه نحن تجمع الوطني الحرار كنلقاو راسنا داخل هذا البرنامج والافكار اللي كاينه فيه، وحنا يعني غادي ناخذوها. ودايور البروغرام ديالنا يعني اللي غادي نقدمو لكم اليوم هو الا كنت كان فيه شي اشكاليه بالنسبه لهذا ما غنقدموش، غادي نعاودو نراجعو نفسنا وما عندنا حتى اشكاليه نراجعو نفسنا. ولكن الحمد لله لقينا بانه يعني كاين لا كونفيرجونس وهذا الشيء غادي نمشيو به ان شاء الله. ف هذا البرنامج بغيناه يكون معقول، بغيناه يكون معقول خصو اولا يكون واضح ومفهوم، خصو يجي من عند المواطن ويرجع للمواطن، من المواطن للمواطن. خص واحد البرنامج ماشي غادي نجيو غادي نحلو المشاكل ديال الدنيا كلها وديال المغرب كلها ونحطو واحد لي سيوري الاف ديال الافكار، يعني باش نقولو للمغاربه راه ما نسينا حتى شي حاجه، راه كلشي كاين هنا في هذا البرنامج. وفي الاخير ما يمكنش نتفقوا، خاصنا تكون عندنا الشجاعه باش نديرو التحكيم، باش نديرو رابطاج
وباش نقولوا هذه هي الاولى وهذه هي الثانيه وهذه الثالثه وما نقدروش نديروا كل شيء وهذه ما يمكنش نديروها وهذه نرجعوا لها. هذا هو اللي كنسمى انا برنامج ديال المعقول، وهذا كان كمبدا ديالنا فاش وجدنا هذا يعني هذا البرنامج. وحنا الان نوصل لكم للبرنامج ديال الاحرار. برنامج ديال الاحرار تري سامبل، تعقلوا على حاجه، خمسه ديال الاولويات ديال خمسه ديال الاولويات ديال البرنامج وخمسه ديال لي مزيون. كل او اسمحوا لي، خمسه ديال الاولويات ديال البرنامج وكل اولويه عندها خمسه ديال لي مزيون. اذا خمسه خمسه 25 25 مزيون واضحه اللي الاهم ديالها. وانا مع الشاب صديقنا ومشكور اللي هو جاب شي شاب معنا، هو من خارج الحزب، حشم يقولها باش ما يسميتوه، هو من خارج الحزب ولكن جاب شي شاب معنا يعني هاد اللحظه هادي، مشكور بالحضور ديالو انه دونك قلت بانه خمسه ديال الاولويات ديال البرنامج ديال الاحرار. وخمسه ديال في كل اولويه كاين خمسه ديال الالتزامات. اشنو هما الاولويات؟ هاد الاولويات سي تري سامبل، ما جاوش من عندنا، جاو من عند المواطن. كونسلتاسيون ديال 300,000 الناس اللي كانت في باراميش الجوالات الجهويه مية مية ومية دينا اللي كان شون تقوى على الناس الضوء وكان سقسيهم اللي كان هذا. دونك هادو هما اللي بريوريتي، وهاد اللي بريوريتي واضحين. أولا كاين مسار ثقة، مسار ثقة فيه الشغل، فيه الصحة، فيه الصحة، فيه الشغل، فيه التعليم. هادو على ثلاثة، جوج ديال الأولويات خويا، حماية اجتماعية جابها سيدنا الله يصوم اللي هو مشروع كبير، واللي حنا كنقولوا بانه هذه من البريوريتي ديال البريوريتي، بان يعني الحكومه الان كتنزلوا والوزراء ديال التجمع الوطني قادرين باش ينزلوا احسن تمثيل في المراه، احسن تنزيل ان شاء الله. والالتزام الالتزام الخامس هو الاداره، يعني إدارة باش تخدم المواطن، باش تسهل المواطن، باش تراق العمليات ديال التسيير ديال سميتو تكون المراقبة عليها. هادو سي السينك يعني التزامات اللي هما بالنسبة لنا التزامات اللي هي جد 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 مهمة. حماية اجتماعية للجميع، كتحميك من دوير الزمان. نظام صحي كيضمن الكرامة، متنساوش بأنه الكلمة ديال الحضرة عندنا في المغرب كتجي بالخصوص لشي واحد كيبغي السيرفيس ديال الصحة ومكيلقاهاش. التعليم عمومي جيد، هذا هو تكافؤ الفرص، لأنه اللي بغا إلا بغينا ولادنا نعطيهم جميع كلهم للمام دغوا والفرص كلهم بحال بحال، خصنا نديرو لهم التعليم بحال بحال، وكل واحد من بعد راه كياخذ طريقه. فرص الشغل خاصة للشباب وخاصة في هاد الظروف اللي هي صعيبة ديال ما بعد كورونا وما خلال كورونا، وكذلك خدمات إدارية بنظام جديد ومراقبة أكثر ولا ترونسبارونس. اما الالتزامات ما غاديش نتكلم عليها كلها لان 25، ولانه اليوم اخترنا باش نعطيو انطلاقه، يعني احنا من اكادير، احنا اولا نعتبروها دائما مدينه الابداعات، نحن احنا ما بعدش على الساحه ديال اليأس، وحنا
من هنا يا كادير كنقولوا حزب الذي يحاول الياس، حزب اللي كيقول من هنا من هذه البلاصه ديال الامل بانه عنده البديل وقادر باش يجيب البديل باش يكون ان شاء الله في المستوى. نعطيكم بعض لي زيكزومبل، بعض الامثله ديال هذه الاجراءات، لان غادي ناخذوا عندنا في كل نهار في يعني في هذا الاسبوع اللي جاي عندنا خمسه ديال المحطات غادي ناخذ فيهم، هذه الاولى واللي غادي نقدموا فيهم كل نهار التزام اشنو هما الاجراءات اللي فيه باش نتشرفوا وباش نحاولوا يعني نفهموا واش حنا في الصميم ولا حنا ماشي في الصميم، واش غلطنا واش ما غلطناش، واش كاين دي شوز اللي فوا ميليوري او لا. هاد اذا اليوم غادي نتكلموا غادي ناخذوا وحده من كل وحده باش نعطيكم يعني بعض الامثله. اولا اول التزام اللي تكلمنا عليه هو الحمايه الاجتماعيه، كاين مشروع كبير يعني وطني واش ملكي كبير ديال لا روتريت للجميع ان شاء الله، ولا كوفيرتور كذلك ميديكال للجميع الحكومه الان كتنزلو ونتمنى الله ان ينزل في احسن الظروف. وهذا الشيء خص اللي ينزلو خص اللي يوقف عليه ويدير دي كونسيبت اللي هما في المستوى ديال المتطلبات ديال المواطنين. من الالتزامات اللي غادي نجيبو بها ان شاء الله في هذا يعني البرنامج ديال الحرام، هو تعرفوا بانه المغاربه اللي عندهم 65 عام اغلبيه واحد العدد اللي ما كانوش في السيستم ديال الريتريت، ما عندهمش الريتريت ديالهم، ما عندهمش الامكانيات ديالهم، ولادهم ولا بناتهم هما اللي هازينهم، لكن اليوم ظروف صعيبه هذوك الناس اللي هازينهم حتى هما عندهم اشكاليات يعني في العمل ديالهم وفي الامكوا ديالهم. دونك لابد ديورجونس ان شاء الله انه نوقفوا مع هاد القضايا اللي عندهم اكثر من 65 عام من الشيوخ ديالنا واللي ما يمكنش تسميتو. فلهذا حنا كنقترحوا انه في افق اخر يعني سنه من يعني الولايه الانتدابيه، شكرا من الولايه الانتدابيه، انه يوصل لهم 1000 درهم كل واحد في كل شهر. العلم انه كنقولوا بانه في سنه دوم 2022 وحنا كنتبعوا حتى نوصلوا 2025 ان شاء الله. ثاني التزام اللي كنقولوا بانه واجب عندنا باش نقدموه يعني وناخذوه من المواطن 300 درهم في الشهر للوالدين اللي عندهم واحد من الدقيقه. علاش؟ لانه الولد هذا الولد اللي كيقرا الطفل اللي كيقرا خصنا نكون متيقنين بان غادي يبقى يقرا وبان غادي تعطيه الامكانيات وتبقى ما يكونش الحضور الدراسي تعطيه الامكانيات انه تحس بحالة ديالو. كما انه كنقترحوا دائما في هذا الشيء دو سيغتان ميزيغ ماشي كلهم مازال في الاسبوع كله غادي نزيدو ان شاء الله الميزيغ كلهم اللي كاينين، كنقترحوا واحد المنحه ديال 2000 درهم على المولود الاول ديال المرأة. علاش؟ ولكن هذا الشيء بالتزام مع فحوصات مجانيه واجباريه، يعني الدوله خصها دير واحد على الاقل 3 فيزيت بو لا فام غراتويت، لان بغينا المواليد اللي غادي يكونوا صحاح يكونوا بصحتهم، هذا الشيء ما غاديش يخلي كل واحد ثقل واحد العبء على يعني السوسيتي ديالنا. وكذلك انه يكون التلقيح يعني التلقيح ديال لونفون 2000 درهم ديالنا تعطاش حتى يكون كاع لي سيري ديال لي فاكسان ديال لونفون باش تكون السوسيتي ديالنا من الجنحه الاخر من الاول ديالها عز ديالها يعني الاحترام. هذا اللي تكلمت عليه الان هو ثاني التزام. ثالث ديال الالتزام هو كيهم الصحه، نعطيكم ان اكزوم الصحه بيان سيغ مسار الثقه تكلمنا على طبيب الاسره، تكلمنا على المسار الطبي، تكلمنا على واحد يعني العدد ديال المسائل واللي غادي نرجعوا ليها بالديتاي وداك الشيء. اليوم نتكلم لكم على نقطه مهمه
بغينا إصدار ديال البطاقة ديال الرعاية، بطاقة رعاية باش اللي عنده التغطية الصحية تكون عنده الإمكانيات أنه يستعملها. بعدا ما غاديش ما يكونش الغبي ما يكونش ضايمو، هذا صاحب ديال الرجاء بالحل بأنه لا كوبيرتور سوسيال، ولكن حنا كنقولو خص يعني كنقولو خص واحد يعني واحد لاكارت اللي غادي يستغلها المواطن واللي غادي يمشي يداوى بها. لأن هذاك المواطن شحال من واحد فيكم كيمشي إلى إلى ولا من عائلتكم ولا هذا الضيم قباس إلى إلى مشى لكلينيك يقول لي حط الشك على الدخول، يو خصو يروح يعطي لاكارت غادي يخلص لاكارت. كنقولو واحد العدد فيكم عندهم ديال المواطنين عندهم أمراض مزمنة وخصو يمشي يشري الدواء من عند لافارماسي، وهذا ويدير يدير يطلب لو رومبورسمون ويتسنى ويشوف شنو هذا ومع الوقت وما عندوش إمكانيات ما عندوش باش يخلص. دونك هذا الشيء لابيل وتي عطيهم أنه يمكن غدا بعض الأمراض نقوموا بأنه لاكارت ديال الرعاية اللي يمكن تخلص. أنا كنقول له بطاقة رعاية هذا ماشي اسم صافي جينا وحطيناه، داز كان سامبول تعطاه الاسم اللي جا من بعد ما كاين حتى مشكل، ولكن لو برانسيب أنه تكون واحد البطاقة ديال التكفل المباشر لصندوق التأمين الصحي بالعلاجات والأدوية إما جزئيا إما كليا. هذا الشيء غادي يكون إن شاء الله في المستقبل. رابع التزام، رابع التزام وهو مهم. كتعرفوا بأن اليوم حنا في الكوفيد كاين مشاكل ديال لومبلوا ديال الشوماج، كاين مشاكل ديال لا ديستركسيون ديال لومبلوا، والله خالد زعما هذا ماشي غلط ديال الحكومة، هادشي كاين في العالم كله لأن الظروف اللي كاينة ما غاديش تخلينا أنه، ولكن إن شاء الله نشوفوا بعدا غير هاد الأسبوع مع لي زانونس أن الأمور بدات كتحرك والناس بدات كتخدم النشاط بدا كيرجع إن شاء الله غادي يكون أكثر فأكثر إلى حافظنا على لا ديستانسياسيون سوسيال وعلى لي ماسك يعني في المستقبل. نتمنى الله أن هذا يعاوننا باش نبقاو خدامين يعني ونلقاو وليداتنا عندهم الشغل. مي راه واحد 600,000 منصب شغل اللي غادي يضر من هذا الكوفيد، 600,000 شغل يمكن تمشي، ولكن الإعادة ديال الأكتيفيتي غادي ترجع فيها إن شاء الله واحد العدد كبير، ولكن ما كافيش لأن يعني كاين الشبان اللي كيجيو من الجامعات، كاين الناس اللي كتدخل سوق العمل، كاين هذا الشيء دابا اللي ما غاديش يعاود ينوض من الكوفيد وهذا. فنحن داخل التجمع الوطني في هذا البرنامج ديال الحرام كنلتزموا بخلق نصف مليون منصب شغل يعني في السنوات القادمة إن شاء الله. هو فيها كيفاش غادي نخلقوا هذه المليون ديال المناصب ديال الشغل في هاد 5 سنين اللي جايين إن شاء الله. أولا غادي نديروا واحد البرنامج طارئ على 250,000 شغل يعني بوغ لي برامج ديال الأشغال الكبرى والعمومية والصغرى بوغ أوكيبي لي جون، لا برامج اجتماعية كذلك بوغ أوكيبي لي جون أفيك دي سالير، لأنه الوقت صعيبة خصنا نعاونو الناس أنهم يعاودو لا غيانسيرسيون باش يدخلو في الاقتصاد ويبقاو في التأمين. يعني الدولة خصها تعمل هاد المجهود باش تخلق، شكون اللي غادي يخلق؟ واش غادي نتسناو الناس تفرض الحركة وحدة ولا غادي ندفعو الناس باش تفرض الحركة؟ وهذه 250,000 إن شاء الله كنتوعدوا بها بأنه غادي نديرو برامج وغادي نقدموها إن شاء الله. نقول لكم كيفاش يعني خلال هذه الجولة اللي غادي نقوموا بها. و بيان سور الريست راه كاين القطاع الفلاحي عنده برنامج، قطاع الصيد البحري عنده برنامج ديالو، قطاع القلاع الصناعي عنده برامج ديالو، القطاع ديال السياحة والارتيزانة والسيدة الوزيرة مشكورة حاضرة معنا في هذا الاجتماع كنحبوها كبير، أنه إن شاء الله غادي ياخذ الطريق ديالو عما قريب وغادي يكونوا فيه النتائج إن شاء الله وغادي
تعاود تحيا من بعد الكوفيد، وبالعكس الناس غادي يكون عندهم بليس لونفي باش بو فواياجي بو غاني، وغادي يكون ان شاء الله عنده واحد الافاق اللي هي كبيره، واللي غادي تخلق لنا مناصب الشغل اللي هي كبيره. هادو خمسه ديال الاجراءات الاولى اللي بغيت نبارطاجي معاك اليوم، بغيتكم تسمعوهم. باقي 20 باقي عندنا الوقت ان شاء الله فين نقدموهم، وغادي تكون مناسبه انه غادي نقدموهم. مثلا غدا غادي نكونوا في مراكش ان شاء الله في المغرب، باش غادي نقدموا التغطيه الاجتماعيه والصحه، ومن بعد عندنا مدن اخرى غادي نمشيو ليها، وغادي نديروا لها كونكليزيون، وغادي نكونوا متدخلين زعما مختلفين، وكل واحد يعطي الراي ديالو. بغينا انه ان شاء الله يكون هذا البرنامج مفهوم سهل واضح، دي زوبجيكتيف شيفري كما الوزراء ديال الحراره عندهم يعني لابيتود باش يعملوهم، باش ياخذوا التعهد ديالهم، وباش نقدروا نبنيو كذلك المستقبل ديالنا ديال هذه البلاد اللي بغا صاحب ديالها. وحنا مره اخرى كنقول بانه حزب ديال التجمع الوطني الحرار عنده كفاءات، عنده رجال ونساء اللي هما قادرين يحملوا مشاريع كبيره، وقادرين ياخذوا دي دي في. ولكن احنا اليوم في طور يعني باش نشاركوا معكم هذا البرنامج ديال الحرار اللي هو يعني في لابيان ديالو قريب من لو فون ديال النموذج التنموي، وحنا قادرين بانه نزيدوا به قدام ان شاء الله، لانه عندنا طموح لهذ البلاد، عندنا طموح باش نتعاونوا مع سيدنا باش نزيدوا بهذ البلاد، لان نتاع الصحه نتاع التغطيه يعني التغطيه الاجتماعيه نتاع الشغل فقط. التعليم بيان سور كاين واحد العدد ديال الاجراءات اللي هي جد مهمه، اللي كتهم الطيف، اللي كتهم لا كونتين ديالو، ترونسبور، لو كونتوني، وهذا. ولكن كاين شي حاجه مهمه اللي بغيت نتكلم عليها هي الاستاذ. الاستاذ حنا في واحد لو سيستيم في المغرب اللي الاستاذ كيدخل واحد الصالير، كيدخل شن ما كانش كيدوز على المدرسه ديال التكوين ديال الاساتذه، دونك واحد لاسكيل ديال البيداغوجيه اللي كان يمكن يكون ناقص. اليوم الحمد لله ولات لا فاكولتي دو ليدوكاسيون، يعني انه هذا مكسب كبير، ولكن باقي ما تعممش، سي امبورطون. كيدخل بواحد المصالير اللي هو قليل، ولكن من قليل كيكون لو بلوم ديال الباسان ديال الميليتاري تقريبا، يعني اللي كنديرو البنش مارك. ولكن الاساتذه اللي كيخرجوا في اخر المطاف في لاغوتريت، لي سالير ديالهم سون لي بلوز ايلفي زعما اكثر من المعدل اللي كاين في. دونك شكون اللي كيربح النقط هي الاكاديميه. الاكاديميه مزيانه بزاف تلقى ما كاين مشكل، ولكن خاصنا في الاول ناخذوا لي ميور مخيرين، ماشي هاد اللي جا بغا يدخل. فلهذا يجب انه هذا البروسيدور اللي عندهم ديال الاستاذ اللي هو ديال 5000 درهم باش يدخل يقوي الاولاد، خاصو يطلع ويوصل على الاقل واحد المستوى، وهذا كذلك سي انونجمون ديالنا يوصل 7500 ديال الدرهم. وهذه الدوليه ايوا، وهذوك الاساتذه اللي عاد دخلوا اللي سميتو ما خداوش لا ميزانيتو ديالهم، انه خاصو يدير تكون المستوى ديالو ويدوز ذاك الامتحان ديالو ويولي حتى هو بانه قادر باش يقوي وليداتنا بالمستوى اللي كاين، وياخذ يعني ها باش ما نغلطوش. انا لا احنا هنا لا نتكلم يعني كمسؤولين حكوميين، احنا نتكلم الان كمسؤولين حزبيين اللي عندنا لي شيونس ديال الانتخابات اللي غادي نمشيو ليها، اللي عندنا برنامج واللي بغينا ناخذوا فيه دي زونجاجمون فيرم على البوبيلاسيون، ولا وصلونا مركز القرار غادي نوريهم. إذن شكرا لكم، شكرا لجميع المدن. هذه مناسبة كذلك نتكلم على 100 يوم 100 مدينة، ونتكلم على واحد العدد ديال المدن، وخصكم تشوفوا
المغاربة لا ديفيرسيتي ديال الطلبات ديالهم، راه ماشي يعني كل مدينة بالمشاكل ديالها وكل حي بالمشاكل ديالو، ماشي نفس المشاكل في المغرب. دابا أزمو أش طلع؟ طلع بأنه الناس ما فرحانينش بالواد الحار اللي كيكون في الواد ديال المغرب. وإلا مشيتي للأسى كيقول لك كيتقطع الموضوع ديما، زعما صوبة كيتقطع الموضوع. إلا مشيتي ليوسفية كيقول لك ما عندناش المركز ديال الدياليز. وإلا مشيتي لزكا كيقول لك هذيك الوضعية ديال يعني المحطة الطرقية ما عجبهاناش. إلا مشيتي لزاكورا كيقول لك ربي الله يحفظك إلا ضربتني شي حشرة هنا في المنطقة ما كتلقاش طبيب. وإلا مشيتي للدخلة كيقول لك ربي ما عندناش طوبيسات. وإلا مشيتي لأزو كيقول لك ربي كاين البرد بزاف خصنا مساعدات يعني فوق البرد. داكشي ديال الشوفاج وديال العواد وداكشي حنا راه داكشي كثير علينا بزاف. وإلا مشيتي للزيو كيقول لك راه كاين واحد المستشفى إقليمي كتسنى في الدعم ديالو وشحال هادي راه ما كاينش الطب اللي غادي يجيو ليه. وإلا مشيتي لتهلا كيقول لك ربي حنا الشباب بغينا واحد المركز ديال التأهيل المهني. هذا هو يعني لا ديفيرسيتي ديال البلاد ديالنا. ولكن هذه أول تجربة أنه مشينا وسمعنا 100% يوم 100 مدينة جميع المغاربة وعرفنا الحقائق. وغادي نخرج إن شاء الله من دابا أقل من شهر واحد البرنامج ديال هذه المدن اللي هو واضح واللي فهمناهم وعرفناهم. إلى مواطن دفع بينا وعرفنا بأنه هذا إحنا عارفين الأولويات ديالنا وغادي نوقفوا عليه. إلى ما توفقناش شكرا لكم جميعا.